السلام عليكم. تدخلت بعد ظهر اليوم الاثنين 25 جويلية 2022 وعلى الساعة 2:14 بعد الزوال فرق الحماية المدنية لولاية سطيف والتابعة لوحدات عموشة وبابور والرتل المتنقل لإخماد حار غابة وأحراش على حدود بلديتي واد البارد وبابور بأقصى شمال ولاية سطيف وبنواحي أولاد ميرة وبمساعدة مصالح الغابات والدرك الوطني وعشرات المواطنين. وقد اجتاح الحريق مساحة أزيد من 10 هكتارات من الأحراش والأدغال. وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإن وحداتها لا تزال تحاصر الحريق والعملية جارية لحد الساعة، إن تم تجنيد 9 شاحنات إطفاء للحماية المدنية بمختلف الأحجام بإجمالي حوالي 50 فرد بمختلف الرتب.